نور الدنيا. ازيك يا باشا؟ تسمع حضرتك ايه؟ سمير مجدود يا باشا. مين؟ سمير مجدود. سمير ايه؟ طب اقعد يا سمير. بسم الله ما شاء الله. ايه ده؟ ايه سمير مجدود ايه؟ عبد النبي. عبد النبي. في حاجة بعد عبد النبي؟ علي. مين؟ علي. علي. علي محمد. سمير مجدود عبد النبي محمد. بسم الله ما شاء الله. بعد محمد في حاجة؟ لا. ازاي ما هو باين؟ جدا. الدين ازاي يعني؟ مش بدور؟ مش السنان دي جدر؟ جدر ازاي يعني؟ يجيب لاخر سبع جد؟ ازاي؟ انت ما بتسمعش يقول لك ده العرق يمد لسبع جد؟ بس انا هو انت ايه يا سيدي؟ انت ما بتغسلش اسنانك ابدا؟ انت بتشفط كتير في البيت كده؟ لا. انت متجوز؟ متجوز اه. ماشي مع عدل تاني غير مراتك؟ لا. والنبي باين في بقك؟ لا لا لا. الله عليك يا سيدي، الله عليك. انا بهزر معاك على فكره. قول اه كده؟ اه. اه. ده بحنيه شويه عشان نعرف الحرف اللي بايظ. قول اه. قول لا. لا. قول يا لهوي كده. يا لهوي. لا قول ابو ناسا. كده ايوه. قول يا لهوي. يا لهوي. انت كمان عندك رحمية. أنا اسرع. العظمه بايظه خالص، العظمه دي برضه منفذه على السنان وكده. منفذه ازاي يعني؟ نعم؟ منفذه ازاي؟ مش دي مش عظمه؟ ازاي يعني؟ انا بسال سؤال بس، دي عظمه؟ انت حضرتك شغال ايه بالظبط؟ شغال ايه؟ استاذ سمير لو سمحت جاوبني، دي ايه؟ عظمه ولا مش عظمه؟ عظمه حضرتك. السنان دي ايه؟ عظمه. طيب. حضرتك بتفهم في الطب؟ لا. طيب تبقى سيبنا اكشف عليك. اتفضل. خالص. انت مزعل ايه؟ ايه اللي بزعل؟ انت مزعل ايه يعني؟ بالراحة يا سمير. لا ما تزعليش كده. اوعى تزعلي. ايوه بس بالراحة يا سمير. زعلي ليه؟ انت شغال ايه يا اسطى؟ شغلت ايه؟ طب اقول اه كده. اه ايه؟ لا مش اه ايه اه بس اه. وبعدين؟ قول اه. وبعدين يا دكتور؟ قول اه طيب. اه. طيب انت موافق اهو، امال ايه؟ موافق ازاي يعني؟ خليني طبعا اكشف عليك زي الناس، انت اسنانك بايظه يا استاذ سمير. انت بتاكل بتاكل انا بطوعك بطوعك انا اتعلمت. انا مش عارف انت اتعلمت فين. يعني ايه اتعلمت؟ انت اتعلمت فين اساسا يعني؟ يعني ايه بتعلمت؟ انت على فكره انت مش دكتور اساسا. طب افتح بقى خلينا نفهم. انت كسرت انت كسرت انت لا كسرت لا كسرت. افتح لي بقى خلينا نفهم. مش هينفع السنان ده. لو سمحت افتح بقى. مش هفتح بقى. بقول لك افتح بقى. مش هفتح بقى بقول لك حضرتك. انت هتكون تضحك عليا ولا ايه؟ عامل لك ايه؟ ابراهيم هات سنه 13 وسنه 14 ماشي يا دكتور جبت لك المتبرع ده بنفسه اهو ايه ده انت عايز ايه اللي انت عامله ايه 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 انتوا ايه ايه انتوا عايزين ايه ده بس اقعد ايه ده بس شوف الضحكه اللي انتوا عاملينها انتوا بص انت ما فاهمين تعالى بس شغالين مش شغالة شوف خلي ايه اللي انتوا بتعملوه ده انت مين انت ايه انت مين انت ايه انت مين انت انا مريض انت مرض مريض ايه شغلت الراجل ده عندنا بدون ما تقول لي؟ لا المحل بتاعك انت مش شغال في المحل يعني؟ المحل ده بتاعك محمد حمدي اصلا والله مش بتاعك يا باشا ولا كان مكتوب يا باشا اخوك كبير يا عم مش بتاعك اخوك كبير ازاي؟ اخوك كبير ازاي؟ مش عارف هو على حمدي بس تعالى بس تعالى بس كده يا باشا دلوقتي يا عزام مش قاعدين بس مش هون يعني انا دلوقتي يا باشا دلوقتي في بيقول الاخ ده ليه مالوش حمدي شغلانة الجزمجي
اعتقد انها مهمه جدا في حياه المواطن المصري، صح؟ مظبوط يا باشا، ما حدش يقدر يمشي من غير جزمه بتكون مريحاه. الجزمه غير مريحاه، ده بخلاف برضه ان في شنط وفي شنط سفر حضرتك وشنط مدارس وشنط حريم خروج، اي حاجه يعني لوازم الاحذيه احنا شغالين فيها. طيب ساعات بيقولوا ايه الجزمه دي محتاجه لوزه، فاكر انت ايام 6 و6 كان يا باشا ده الكلام ده كان زمان ايام الخرس بتاع الحريم. دلوقتي لا دلوقتي يا باشا كله ورنيش سايل وكله بقى بيستسهل وشغله عبد الله يديله. اتفضل يا استاذ. السلام عليكم. عليكم السلام. هي دي نفس العين يا ابني. انتقلت انا ابراهيم ابو العطا محضر منورين تمام تكفير الشايل ايمن من العين المقره بما فيه دي العين دي بتاعتك يا استاذ. طبعا بس عشان احنا بنصور انا انا ماليش دعوه بالتصوير، انا محضر من المحكمه جاي امكن الراجل ده من العين بتاعته حل النزاع. حل النزاع يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا باشا ده محلي اول مره يجي هنا وكنت مسافر ولسه جاي من السفر وكتبوا المحل باسمهم وجبت الورقه اهو. لا يا بيه اول مره تشوفه هنا في الموضوع خالص يا فندم. اول مره يا فندم تعالى بس روح وحد الله احنا اول مره تشوفه هنا في الموضوع اول مره رفعت عليك مطوه. هو انا رفعت عليك مطوه تقول لي اثبات حاله؟ نسمع بعضينا. ايه ده؟ بس خليك مريح كده زي الفرشه. قول يا عم. ريح كده زي الفرشه. حاضر حاضر. مش بوزك كده رفيع. حاضر. انا رابط بقى. حط يدك على المحل. حطيت يدك على المحل. امضيني بعد اذن حضرتك كده. يا فندم انا يا فندم انا حكومه ما تحطش ايدك عليا. انت ماليش دعوه. انا بس معايا شهور. فين الشهور؟ معايا يا فندم. انت عارفين انا العين ده. بس يا عم خلي الواد معاك بس هروح اجيب حاجه من الصيدليه واجي لك حالا. اقعد يابا. لا يسترها. لا يحبب فيك خلقه وربنا يكبر بخاطرك. ربنا يكبر بخاطرك يا باشا. ربنا يكبر بخاطرك. حبايب يا دانا يا انت يا كل املي ومنى يا انت يا عم سيدة. يلا النبي يا اخويا الهي يكبر بخاطرك. خلي الواد ده معاك بس هروح اجيب حاجه من الصيدليه واجي لك في الوقت وحال. لا هي يكبر بخاطرك، لا هي يعمر بيتك، لا هي يسترك، لا يحبب فيك خلقه. ما يعرفك. والنبي يا اخويا لا يكبر بخاطرك. شيل الواد اهو بس هروح اجيب حالي واجيب له اللبن من الصيدليه وهي. لا يكبر بخاطرك، لا يعمر بيتك يا بيه، لا يسترك. هاجي لك الوقت اهو حالا. بيتك عملت يا بيت ايدك يا هلوين.
عمل كده يعني. مصطفى ده شخ على مصطفى.